نبدأ بقى نتعمق. احنا قلنا حياتنا وودينا مقدمة كده حلوة عن حياتنا وان كل حاجة في حياتنا موجودة كيمستري. تعالوا بقى نبدأ الكيمستري من اول ما بدأنا خالص، من اول والاعدادي تقريبا. نبدأ باول جزء عندي الاتوم. الاتوم دي عبارة عن smallest building unit in any matter، اصغر حاجة موجودة في الماتر بتاعتي. طيب انا اتعرف عليك حضرتك اهو قدامي اتوم. يعني ايه اتوم يا فندم؟ لازم اتعرف يعني ايه اتوم. طب اتوم دي تبقى نيوترال، يعني مفيش تشارج عليها، يعني واحد كده قاعد مع نفسه O2 عليها تشارج مكتوبه يمين او شمال؟ لا، يعني انا لو قلت دلوقتي كتبت O2 كده، ادي O2 في تشارج فوق، لا يبقى انا كده خلاص مش عايزه ده. يبقى انا ما الشخص ده اول ما اشوف ده اقول دي اتوم، اتوم بس كده واسكت. اتوم واسكت لغايه لما اشوف هتعامل مع ده ازاي. بس ده في الواقع ده مالكل مش اتوم، بس انا شفته جوه البريودك تيبل اكسجين اهو بس وسكت. يبقى لا عليه حاجه من فوق ولا رقم ولا اي حاجه خالص ولا تشارج ولا اي حاجه، يبقى هو نيوترال متعادل. طب يعني ايه كلمه نيوترال دي؟ احنا قلنا كلمه هاشتاج بالنسبه لي يعني ايه؟ يعني نمبر. هاشتاج بالنسبه لي البوزيتيف بروتونز ايكوال مين؟ ايكوال النيجاتيف الكترون. يبقى انا اول حاجه تميزني في ايه؟ تميزني في الاتوم لما اجي اتعامل معاها البروتونز اللي موجوده جوه النيوكليوس بتاعتي بتاعت الاتوم equal لمين؟ equal للنمبر اوف نيجاتيف الكترونز surrounding the nucleus. طب احنا متفقين ان دي قاعده اساسيه عندي؟ دي قاعده اساسيه لاي اتوم في الدنيا. هات اي عفريت اي اتوم باي نمبر هتلاقي النمبر اوف بروتونز equal للنمبر اوف الكترونز. طب انا مدياك هنا الرمز، مدياك اكزامبل مين؟ خلينا فكينا الصوديوم كلورايد بتاعنا للعنصرين بتوعنا اللي هم مين؟ صوديوم وكلورين. طب الصوديوم ده جواه مين؟ جواه النمبر اوف 11 بروتونز والبي عليها بلس اهو، بالبلس دي يعني الشحنه بتاعتي بتاعت البروتونز. فاحنا بنقول بوزيتيف بروتونز على طول، مش لازم اكتب بقى بوزيتيف بروتونز واكتب، لا انا بي بلس خلاص خلصت. يبقى انا كده حددت اللي انا بتكلم فيه. 11 الكترونز اي وعليها تشارج نيجاتيف، يبقى انا عارفه ان الشحنه او التشارج بتاعت الالكترونز نيجاتيف. هنقابل الرموز دي معانا في الالكترو في تشابتر 4، فحضرتك ركز معايا في اللي انا بقوله، ان انا ما وقعش رمز يشيل لي درجه في المقالي مثلا. يبقى انا هستخدم الحاجات دي في مكانها لما اجي اخدها، ده اللي انا بتكلم فيه. عشان كده هتلاقي كل حاجه انا بقولها لك جوه الكورس لها مكانها في الاستخدام، تمام؟ يبقى انا عندي ان ايه؟ شارج بتاعتي 11، ادي البوزيتيف بروتونز وادي ال 11 الكترونز بتوعي. نفس القصه الكلورين، عندي النمبر بتاعي هاشتاج 17 ده بوزيتيف بروتونز و 17 نيجاتيف الكترونز، تمام؟ طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن الاتوم. تعالوا لي بقى في الايون. الايون حد تاني مختلف غير الاتوم. طب حضرتك كاتوم انا قلت ان النمبر اوف بروتونز ايكوال للنمبر اوف الكترونز، احنا يبقى انا كده في الاوردينري ستيت، يعني في الحاله العاديه اللي هي المستقره اللي انا بتعامل معاها. طب هل الحاله دي مستقره قوي؟ لا مش مستقره قوي يعني، بس انا ممكن اتعامل معاك. يعني انت حضرتك عندك 11، هو ال 11 اللي انا قلتهم دول يدلوا على ان انا مستقره؟ لا، ال 11 دول ممكن اخرج منهم 1 الكترون وابقى في الحاله دي اكتر استقرار. ده الكلام ده اللي خدناه السنه اللي فاتت في تانية، اللي هو مين؟ الاوكتت رول. الاوكتت رول كان اتوم تند تو جين او اوبتين ذا موست ستيبل ستيت، الاتوم بتاعتي قادره انها توصل لحاله الاستقرار. ايه الحاله دي؟ اعمل حاجه من الاثنين، يعمل لوس يعمل جين، يعمل حاجه ثالثه خالص اللي هي الشير، وده اللي هو الكوفيلنت بوند بتاعتي. ده لما انا حد عايز يجي يتعامل معايا، والله حضرتك معاك قلمين، ممكن تسلفني واحد؟ طب هسلفك واحد. طب ما انا كمان عايز القلم الاحمر الثاني اللي معاك ده، يبقى انت هتستلف مني حاجه وانا هستلف منك حاجه، او خد انت دول انا مش عايزهم، دول زياده عندي، فبالتالي انا هتصرف على هذا الاساس. يبقى انت هتعمل لوز او جين او شير على حسب انت عايز تتعامل معايا ازاي. طب الاتوم بتاعتي هي الايون كان اتوم، كان اتوم وعمل ايه؟ عمل قلت لوز او جين او شير.
طيب الاتوم دي ممكن تكون اتوم واحده بس بتاعت element عنصر، او ممكن تكون جروب اوف اتومز. يبقى انا في الحاله دي غيرت فكرتي في حاله ايه، في حاله الايون. هل هتبقى زي الاتوم بتاعتي العاديه دي كده؟ لا، الدنيا اختلفت. الاقي حاجه من الاثنين على راسها فوق، على هلاقي على الجنب ده كده على راسها هنا حاجه من الاثنين، يا بوزيتيف يا نيجاتيف على حسب الاتوم بتاعتي ايه. يبقى انا هنا عندي بوزيتيف او نيجاتيف، البوزيتيف او النيجاتيف ده بيغير لي فكرتي عن اللي قدامي. والله انا شفت ده كده قلت ده اتوم، طب اعمل ايه؟ لا ده انا هغير بقى، بدات احول الدنيا فبدات ابقى ايون. طب ايون يعني ايه؟ يعني هحط النيجاتيف او بوزيتيف بتاعتي على حسب الاتوم بتاعتي اللي موجوده. اوكي تمام. طيب الاتوم بتاعتي سواء بوزيتيف او نيجاتيف، يبقى انا عملت حاجه من الاثنين، يا اما عملت لوس او جيل للالكترون، يعني زودت او قللت عدد الالكترونات بتاعتي. طيب اتعرف ازاي على الاخ اللي قدامي ده؟ النمبر اوف نيجاتيف الكترون تشارج بتاعتي هي اللي بتحكمني. طب خلينا نقول انا قلت ايه قبل كده والناس اللي كانت عارفاني فاكرين، قلت والله الاكتر الموست هو ده اللي تشارج اللي قدامي. طب تعالوا نشوف، انا بقول الكلورين ده نيجاتيف، طب عرفت منين انه نيجاتيف؟ لا انا ما قلتلكش انه نيجاتيف، اعتبر ان انا مش قايله لك ان هو نيجاتيف. اليمنت قدامك اكس عنده 17 بروتونز بالبلس وعنده 18 الكترونز بالنيجاتيف، طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني اعرف التشارج ايه. بص حضرتك الموست هو ده التشارج بتاعتي من غير ما تفكر. يبقى انت كده خلاص مش هتقعد بقى تعد وتشوف ده بوزيتيف ولا نيجاتيف وتلخبط. لا انا مش عايزه لخبطه، انا عايزه دماغك مركزه معايا. فبالتالي هنا الاكتر مين الموست؟ ال 18 الكترونز. يبقى انا اللي قدامي ده عنده اكتر بقد ايه؟ اكتر من اللي جنبه ده ب 1، يبقى انا هيبقى الكلورين عليه النيجاتيف 1. تمام؟ اسهل حاجه تخليك مركز في الحاجه اللي قدامك بوزيتيف ولا نيجاتيف، مش هلخبط، انا مش هفكر، انا بصيت للمعلومات اللي قدامي جيفن استخدمتها. نفس القصه هنا ال ان اي بلس، بص حضرتك معايا عندي 11 بي بلس اللي هم البروتونز بتوعي و10 الكترونز، مين الموست؟ بلس. اكتر بقد ايه؟ اكتر ب1، يبقى اللي قدامي ده عليه بوزيتيف 1. خلصت، تبقى الدنيا سهله وبسيطه جدا في معرفه المعلومه بتاعتي. تمام. طب تعالوا نشوف بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو مين. عندي الصوديوم اهو مفيش فوق شارج، طيب يبقى دي بالنسبه لي مين؟ اتوم. طب دي مين بقى؟ دي الايون بتاعها. يبقى لما الاقي ان اي بلس يبقى كده الايون بتاعي. طيب خلينا نتفق على حاجه، واحنا اختلافات في الكتب هتلاقي التشارج بتاعتي النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها في الكتابه. لو حد زي الصوديوم ان اي، انا ادي الان اي بتاعي، طب الان اي بكتب بلس مش لازم اكتب ال1، انا ما كتبتش مش مشكله، كتبتها عادي، ال1 دايما ما بنكتبهاش. طب تعال نشوف حد زي الايرن، طب الايرن ده لو انا بكتب اف اي، طب انا هلاقي معظم الكتب او كل الناس اللي بتكتب لي النمبر الاول وبعدين علامه البلس. سيان مش هتفرق بالنسبه لي دي دلوقتي. لما نيجي نتكلم عن الاوكسيديشن نمبر، طبعا انا لما بتكلم على اوكسيديشن يبقى بتكلم على ارقام، يبقى لازم البلس او النيجاتيف هي اللي في الاول بالنسبه لي. تمام، دي متفقين عليها. لما باجي اكتب الايون لوحده مش هتفرق بالنسبه لي ان انا اكتب بلس 3 او 3 بلس، دي بالنسبه لي لما اجي اكتب الايون مش هتفرق. انا بقول لك عشان ممكن تقابلها في الامتحانات مكتوب 3 بلس، ممكن تقابلها في اي كتب تانية مختلفه مكتوب 3 بلس، يبقى انت عارف ان مش هتفرق بالنسبه لي طالما كاتبه الايون. لكن لما اجي احسب اوكسيديشن نمبر يبقى لازم ابقى كاتبه البلس اللي هي التشارج بتاعتي اللي تمثل الايون بوزيتيف او نيجاتيف لازم تبقى الاول، عشان بس في ناس بيحصل لهم ايه ديستربنس في الموضوع ده، في ناس بتبقى شاكه في نفسها، لا البلس الاول لا الثري الاول. طالما انا بكتب الايون مش هتفرق بالنسبه لي ايه تحديدا، خلاص عشان بس ما حدش يبقى مشتت او شاكك في نفسه في الموضوع ده. طب انا هنا عندي كلورين برضو نفس القصه، انا عندي نيجاتيف 1 يبقى دي كده اتوم دي كده ايون، يبقى في ديفرنت، في فيري ديفرنت ديفرنس بتوين مين؟ بتوين الاتوم هنا والايون. اوكي كده دول اتنين ان اي والسي ال دول اتومز، ان اي بلس سي ال نيجاتيف دول ايون. طب مين كمان؟ ده مين؟ ده الايرن اف اي. طيب الايرن
لما يكون عليه البلاس 3 دي يبقى انا بتكلم على مين؟ بتكلم على ايون. لما يبقى اسمه بقى اسمه ما بقاش اسمه ايرن، احنا بنقول على البلاس 3 ده بقى اسمه فيريك. الفيريك اللي هو الايرن بتاعي في حاله البلاس 3، لما يكون بلاس 2 اسمه فيرس. الاسامي لسه هنقولها كمان شويه برضو معانا في المراجعات بتاعتنا. اوكي طيب تعالوا نشوف الايونز بتاعتي اكزامبلز على البوزيتيف بقى. طب البوزيتيف مين؟ خلينا بقى احنا بنصعب المعلومات واحده واحده. فالبوزيتيف بتاعي، البوزيتيف بتاعي ده بقول اسمه كاتاين. طب بوزيتيف كاتاين يعني ايه؟ يعني هلاقي عليه تشارج بلس بتاعتي موجوده، يبقى الاتوم دي عملت لوست للالكترونز. تمام تمام. طب قلت ان انا عملت لوز يعني عملت ايه؟ يعني وصلت للستيبل ستيت، يعني بقيت سيميلر تو اورج مين؟ سيميلر تو الانرت اليمنت بتوعي او الان اكتف اليمنت او كل مجموعه الانرت اليمنت اللي في اخر البريودك تيبل. طيب هنا عندي ان اي بلس، ادي كده ستيبل، يعني عنده 2 و8 الكترون، وصلت لل8 في الاوتر موست انرجي ليفل، انا كده ستيبل. سي اي بلس 2 برضه 2 و8 10، يبقى انا كده برضه ستيبل. عندي الالومنيوم اي ال بلس 3 عمل لوز ل 3 الكترونز، يبقى انا بعمل لوز في حاله الاين البوزيتيف اين لوز ل 1 او 2 او 3 الكترون تو ريتش ذا موست ستيبل ستيت اللي هي الان اكتف ستيت بتاعتي اللي هي بتاعه الانرت اليمنت. تمام طيب تمام. يبقى انا بلس بلس 2 بلس 3، مش هكتب قلنا في الوان اي ارقام. طب تعالوا نشوف النيجاتيف تشارج او النيجاتيف ايون اسمه ايه؟ انايون. يعني كاني بقول اه يعني نو. نو لمين؟ للايون بتاعي. ان انايون، انايون يعني مفيش تشارج بوزيتيف، نو بوزيتيف، كاني بقول ان مفيش بوزيتيف عندي، يبقى قلت ايه؟ يبقى نيجاتيف. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا ادي الكلورين نيجاتيف، انا كان عندي كلورين ايه؟ 17. طب ال 17 بتوعي دول عملت فيهم ايه؟ كان ال 17 اديت الكترون كمان بقوا 18، يبقى انا وصلت في الاوتر في 8 الكترون، يبقى برضو وصلت وطبقت القاعده بتاعتي اللي هي الاوكتيت ستيت اللي هي وصلت سيميلر تو نيرست انرت جاز. تمام؟ طيب الاكسجين او نيجاتيف 2، الاكسجين او نيجاتيف 2 ده يعني عملت ايه؟ يعني عملت جين ل 2 الكترونز، انا عندي 2 و6 بره. اوكي التو والسكس دول اكمل عليهم، حطيت وصلت ايه؟ يبقى انا اديته 2 الكترون بقى عليه نيجاتيف 2، يبقى انا بقى النمبر اوف الكترون مور ذان النمبر اف بروتونز بقد ايه؟ ب 2 الكترونز. تمام يبقى انا وصلت في الحاله دي ان انا كتبت نيجاتيف 2، يبقى انا عرفت ان انا اديته 2 الكترونز عندي. طيب هنا ده جروب، اتوميك جروب او راديكال بنقول عليها ايه؟ اتوميك جروب او راديكال. يبقى لما اعمل جين الالكترون كل الناس دي نيجاتيف. طب الاتوميك جروب او الراديكال دي الشحنه بتاعتي ايه؟ واخدين جروبات بتاعتي ثابته وهنقولها كمان شويه ونازل لكم ان شاء الله ملزمه فيها كل فيها سكادول في او جدول كل الاليمنت بتاعتي وكل الكومباوند او كل الجروبات بكل الشحنات بتاعتها. دي معلوماتنا القديمه اللي خدناها في اولى ثانوي. تمام عندي SO4 دي جروب بتاعت السلفيت، والسلفيت دي عليها راديكال نيجاتيف 2. تمام كده احنا متفقين على كل المعلومات ان انا النيجاتيف بتاعتي يبقى انا عملت جين الالكترون، يبقى النيجاتيف بتاعي اكتر، يبقى انا عرفت ان انا هنا ايه نيجاتيف بتاعتي سواء 1 او 2 زي الاثنين دول.